العتبات المقدسة تستكمل إجراءاتها لإحياء ليلة النصف من شعبان وزيارة المليونية، ولجنة الخدمات النيابية تطلع على مشاريع المحافظة ميدانيا. العراقيون يحيون ذكرى انطلاق الانتفاضة الشعبانية المباركة ضد الطمغة البعثية المبادة، ورئيس الجمهورية يعدها تعبيرا عن إرادة الشعب بمقارعة الدكتاتورية والطغيان. بعد موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد، الموارد المائية تعلن موافقة تركيا إطلاق كميات من المياه إلى العراق. تستعد مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة أمل المستضعفين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسط إجراءات أمنية وصحية وخدمية مشددة بهدف تأمين وتسهيل دخول الزوار لإحياء الزيارة الشعبانية. وتحيي جموع الزائرين من مختلف المحافظات ذكرى الولادة الزكية، وذلك عبر انتشار مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة للاحتفاء بهذه المناسبة العطرة. وبهذه المناسبة يتم إشعال الشموع بعدد سنين عمر الإمام المنتظر في كرنفال سنوي يقام بجوار مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في كربلاء المقدسة. وتشهد منطقة ما بين الحرمين توافد حشود كبيرة من الزائرين أتت لإحياء المناسبة العظيمة. أكملت العتبة الحسينية المقدسة الاستعدادات الخاصة بزيارة النصف من شهر شعبان المبارك. مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة رسول فضالة ذكر أن قسم حفظ النظام أكمل استعداداته لاستقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية، مشيرا إلى أن الخطة سيشارك فيها أكثر من 6000 متطوع ينتشرون داخل العتبة وخارجها وصولا إلى الطوق الثاني. وأضاف أن عدة اجتماعات موسعة عقدت مع قيادة عمليات كربلاء المقدسة فضلا عن المشاركة في المؤتمرات الخاصة بالخطط الأمنية والخدمية لتقديم الخدمات للزائرين وتأمين الزيارة الشعبانية، مشيرا إلى أن جميع الظروف المحيطة بالزيارة مهيئة وسبل الراحة متاحة لكل الزائرين. أعلنت بلدية كربلاء المقدسة عن استنفار ملاكاتها وآلياتها استعدادا لزيارة النصف من شهر شعبان المبارك، فيما أشارت مديرية ماء المحافظة إلى إعداد خطتها الخاصة بالزيارة. مدير بلدية كربلاء المقدسة حسن الشريفي ذكر أن بلدية كربلاء المقدسة أعدت خطة شاملة للزيارة الشعبانية، وذلك بمشاركة 2878 عامل نظافة وأكثر من 300 آلية تخصصية في أعمال التنظيف، فضلا عن استحداث أكثر من 3 مواقع للطمر الصحي. فيما أشار الشريفي أن البلدية أسهمت أيضا بتقديم المساعدة للمواكب الحسينية، إضافة إلى وجود فريق خدمي متكون من جميع دوائر المحافظة من الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات من أجل تقديم الخدمات. بدوره أوضح مدير ماء كربلاء المقدسة محمد فاضل النصراوي أن المديرية أعدت خطة خدمية لزيارة النصف من شعبان تضمنت توزيع المهام والمسؤوليات بين المهندسين والملاكات الفنية والإدارية في المديرية، وتهيئة جميع المشاريع الخدمية والمحطات وصيانتها، وكذلك صيانة الشبكات وإدامة كل الآليات المشاركة في هذه الزيارة، فضلا عن تهيئة مواد التعقيم والوقود. وأضاف أن شح المياه لن يؤثر على خطة الزيارة الشعبانية رغم وجود نبتة الشنبلان في الأنهار التي أثرت في عمليات تشغيل المشاريع. يلتف المؤمنون في ذكرى ميلاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حول مرقد جده الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام.
زوار خليجيون يشيدون بالمحافظة والتطورات التي لحقتها بالآونة الأخيرة. محمد التميمي. أكملت الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء المقدسة استعداداتها لاستقبال ملايين الزائرين الوافدين إلى المدينة المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان، حيث أعدت الحكومة المحلية بالتعاون مع العتبات المقدسة خططا متكاملة لتوفير أجواء ملائمة لملايين الزائرين الوافدين من داخل وخارج العراق لإحياء هذه المناسبة العظيمة. بلدية كربلاء أتممت كافة استعداداتها من حيث تجهيز المواد والمعدات اللازمة لاستقبال الزوار، كذلك سوف يكون هنالك تشغيل أكثر من 2878 مهندس نظافة، وكذلك استعداد آلياتها والجهد الآلي والبشري لبلدية كربلاء لاستقبال الزوار. ومن منبركم نعاهد الإمام الحسين عليه السلام والحكومة وزوارها أن تكون كربلاء قبلة وعاصمة للسياحة الدينية في العالم الإسلامي أجمع إن شاء الله. ومن جانبها أنهت العتبات المقدسة آخر استعداداتها التي وضعتها في خطط عديدة بمناسبة زيارة النصف من شعبان التي تعد من ضمن الزيارات المليونية التي يحييها المسلمون بجوار الإمام الحسين عليه السلام، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات لملايين الزائرين الذين يشاركون في إحياء ليلة النصف من شعبان المعظم. نشوف الوضع هنا تطور جدا جميل، يعني كان في الوالد من شوي قاعد يتكلم ان التل كان اول قليل ولا فيها العمارات ولا فيها الاشياء ذي كلها، وان شاء الله اليوم الحين كلها ابداع في التطور. خدمات كل زينه والحمد لله والشكر، وما مقصرين بكل شيء الحمد لله والشكر. ايام الزياره والحمد لله كل شيء موفرين، والله ماكو اي قصور ان شاء الله الحمد لله. اكيل الحمد لله خير الله، خدمات الزوار محافظات خير من الله الحمد لله والشكر، فضل الله واهل البيت ان شاء الله. ما لاحظه الان في مدينه كربلاء هو نهضه عمرانيه كبرى تشهدها المدينه المقدسه من ناحيه التطور والتوسع في الخدمات للعتبتين المباركتين، اضافه الى الخدمات التي تقدمها العتبه خلال شهر شعبان المعظم للزائرين من اقامه السرادق واقامه كل اماكن الاستراحه للزائرين وتهيئه كافه المستلزمات لهذه الزياره التي يشهدها العالم جميعا من كل أقطار الوطن العربي والعالم وكل زائري الأمة الإسلامية. كربلاء المقدسة وعلى عادتها تفتح ذراعيها لاستقبال الحشود المؤمنة التي توجهت صوب قبلة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام لإحياء ذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات. أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كربلاء المقدس صيف جاسم الخطابي دخول الخطط الأمنية في المحافظة حيز التنفيذ استعدادا لتأمين الزيارة الشعبانية. الخطابي ذكر في تصريح له أن شرطة المحافظة استنفرت جميع قواتها واستعدت بشكل كبير لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لزيارة النصف من شعبان لتوفير البيئة الآمنة للزائرين الوافدين للمحافظة وكذلك المواكب الحسينية بالشكل الأمثل. وأضاف أن قيادة الشرطة استنفرت جهودها لتنفيذ الممارسات الأمنية الخاصة بالزيارة. كذلك من جهته قال قائد شرطة كربلاء اللواء علي زويني إن القوات الأمنية تكثف جهودها ليلا ونهارا لديمومة الأمن والاستقرار للمدينة. في مثل هذه الأيام المباركة تحشد العراقيون صوب الخروج بانتفاضة انطلقت شرارتها في 14 من شعبان من البصرة وذي قار ولم تنتهي عند 14 محافظة عراقية ثارت على النظام الفاشي الذي أدخل البلاد بويلات من الدمار. فبعد غزو النظام البائد للكويت انتفض العراقيون عام 91، حيث بدأت الانتفاضة المباركة من البصرة، وخلال 15 يوما وقعت 14 محافظة عراقية بيد المنتفضين،
وقامت السلطات البعثية كردة فعل على هذه الانتفاضة بقمعها، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف وتشريد ما يقارب مليوني شخص. وقصف النظام البائد آنذاك حرم الإمام علي عليه السلام وحرم الإمام الحسين عليه السلام، واعتقل عددا كبيرا من الحوزويين والعلماء وأعدم أغلبهم ما عدا الذين فروا من العراق، كما وهدم كثيرا من المدارس الدينية والمساجد والحسينيات على يد السلطات البعثية. رغم إخمادها بقوة السلاح، الانتفاضة الشعبانية تحقق نجاحا وصداها يتردد على مر الزمان. ثورة شعبية عارمة نجحت بإثبات رفض العراقيين لظلم الطواغيت وفضح مآربهم بقتل العراقيين. المزيد في التقرير الآتي. بعد سلسلة من الحروب العبثية الخاسرة التي سببها النظام المباد، حانت لحظة الحقيقة. 15 شعبان عام 1991، إذ صدحت حناجر الشعب هاتفة برفض ذلك الحزب الدموي الذي أدخل البلاد في أتون الحرب والصراعات التي استنزفت ثروات البلاد وغيبت خيرة شبابه وكوادره. لم تكن مغامرات البعث الطائشة على مستوى الحروب الخارجية فحسب، بل ذهب ذلك الحزب الدموي إلى القيام بمجازر شاملة ضد العراقيين على أسس قومية أو طائفية. فبين حملات الإبادة الجماعية بواسطة الإعدامات واستخدام وسائل التعذيب الوحشي، وصل استهتاره بحرمة الدم العراقي إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء الشعب العراقي من أبناء القومية الكردية. تلك الهمجية التي استخدمها النظام البائد ضد الشعب كانت تتحول إلى ذل وهزيمة أمام الآخرين. فبعد هزيمته المدوية إثر طرده من دولة الكويت، ثأر الشعب العراقي وبمساندة قسم من الجيش لكرامته وحقوقه المستلبة، حيث فجر شرارة الانتفاضة الشعبانية والتي امتدت لتشمل 14 محافظة، خرجت نهائيا عن سيطرة نظام البعث المحظور. وعلى الرغم من إجهاض الثورة بعد توقيع اتفاقية صفوان المذلة، إلا أن الاتفاقية بقيت جذورها مشتعلة وتحولت إلى مرحلة جديدة من مراحل المعارضة العراقية بعمومها، والتي أصبحت لها قيادة معروفة اختارتها الجماهير المنتفضة، والتي استمر مشروعها لغاية سقوط النظام المقبور لتدشن مرحلة عمل جديد يتناسب مع البناء الديمقراطي لدولة العراق الجديد. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن الانتفاضة الشعبانية هي تعبير عن إرادة الشعب بمقارعة الدكتاتورية والطغيان. رشيد ذكر في بيان له أن الانتفاضة الشعبانية التي انطلقت شرارتها الأولى في البصرة واستجاب لندائها ملايين العراقيين الأحرار في المحافظات الأخرى كانت تعبيرا عظيما عن إرادة الشعب العراقي في مقارعة الدكتاتورية والطغيان ورفضه للسياسات الهوجاء لنظام الاستبداد كذلك. وأشار إلى أن الانتفاضة ستظل تحيا في وجدان الشعب كما سيحفظها التاريخ وأجيال المستقبل، تعبيرا عن التضحيات العظيمة التي قدمها العراقيون قربانا للحرية. النجف الأشرف محطة من محطات الانتفاضة الشعبانية، حيث كانت في طليعة المحافظات المنتفضة ضد النظام البعثي المباد. المناطق الجنوبية كانت منطلق شرارة الانتفاضة، حيث مثلت النجف الأشرف أروع معاني البطولة والإباء فيها. السجاد الخاقاني معه المزيد.
فقد لا تفارق هذه الصورة الإجرامية مخيلة رجال الانتفاضة الشعبانية في مطلع عام 1991، والتي أتبعها أزلام النظام البائد لقمع الثورة التي كسرت كل معالم الظلم والجبروت، وهي البذرة الأولى لمفهوم الحركات الثورية في المنطقة. في ذكرى الانتفاضة الشعبانية 1991، اليوم زيارتنا هي للوقوف والتأبين هذه الشهداء وهذه القبور الرمزية الكبيرة بعطائها وتضحياتها التي وقفت أمام أعتى مجرم شهده التاريخ هو وأزلامه أزلام النظام المقبور. هذه الشخصيات قدمت ما قدمت ووقفت بوجه الطاغية، وعلى الشباب وعلى الشابات أن يسيروا وأن يعرفوا نهج هؤلاء سواء الشهداء والشهيدات الذين ضحوا من أجل تربة العراق ومن أجل رفعة العراق ووقفوا بوجه الظلم والظالمين. انطلق شرارتها من جنوب العراق إلى باقي المحافظات حتى شملت 14 محافظة. النجف الأشرف، واحدة من أهم المدن التي سطرت أروع معاني البطولة والإباء والفداء على أيدي أبنائها، إلا أنها تعرضت إلى إبادة جماعية، فلا خطوط حمراء ولا حرمة واحترام للمراقد المقدسة. بلغ عدد شهداء النجف في هذه الانتفاضة أكثر من 3500 شهيد. عدد المقابر الجماعية المكتشفة في النجف 19 مقبرة. علما أن المقابر المكتشفة في العراق في هذه بسبب أحداث الانتفاضة 91 هي 210 مقبرة. لقد بينت الانتفاضة الشعبانية المباركة مدى قوة الشعب العراقي وتمسكه بكرامته وسيادته ضد أشكال الاستبداد والظلم، لتصنع هذه الانتفاضة تاريخ من خلال أمة رفضت الخنوع والخضوع لحكم الطاغية. الجميع يعلم مدى القساوة والقوة التي كان قوة البطش التي كان يستخدمها ذلك النظام ضد أبناء الشعب العراقي، ولم ينجو منه لا كبير ولا صغير ولا مرجع دين ولا علماء ولا فضلاء في الحوزة العلمية ولا شباب ولا شيب. أكثر من ثلاثة عقود مرت ولا زالت هذه المشاهد شاخصة عالقة في أذهان العراقيين يؤبنونهم تخليدا لذكراهم في كل عام. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. اثنان وثلاثون عاما مرت على أبشع جريمة إنسانية لم تستثني بتصفيتها حتى الطفل الرضيع، جريمة إبادة واجهت الهتاف والصدور العارية بأسلحة ثقيلة نسفت الأجساد وحتى الممتلكات، واستمرت مشاهد القتل والتصفية حتى سقوط الصنم. هذه الذكرى الموجعة والتي استهدفت كل بيت عراقي تذكر العراقيون بدعوة شهيد المحراب الخالد الذي طالب آنذاك بقلب مفجوع بتدويل جرائم القمع البعثي الصدامي بحق المنتفضين من أبناء المحافظات الرافضة لهيمنة الدكتاتورية. تلك الدعوة أخذ يتكرر الحث عليها حتى دولت قبل 12 عاما من الآن، لتكون شاهدا على وحشية الظلم الصدامي الذي تعامل بكل أنواع إجرامه. الانتفاضة الشعبانية تعبير لصوت المظلوم ورفضه لسطوة الظالم، حيث تبقى واحدة من الأحداث المهمة في الذاكرة العراقية. مشاركون في الانتفاضة يشيدون بجهود أهالي ميسان في التصدي لأزلام النظام البائد. أحمد السدخان. هي واحدة من الأحداث الخالدة التي تتباهى بها الذاكرة العراقية،
إنها الانتفاضة الشعبانية التي سجل فيها أبناء الشعب رفضه الكامل لاستمرار وتمادي النظام الدكتاتوري المقبور وجلاوزته، وكانت محافظة ميسان من المحافظات التي رسمت أروع صور البطولة والتضحية والفداء في هذه الملحمة الخالدة. تبقى الانتفاضة الشعبانية واحدة من الأحداث التي يتباهى بها الذاكرة العراقية، إنها التي سجل فيها أبناء الشعب رفضه الكامل لاستمرار وتمادي النظام الدكتاتوري وجلاوزته، والحمد لله والشكر كسبنا ثمار تلك الانتفاضة في هذه الأيام التي نعيشها، ولولا تلك الانتفاضة لما كان سقوط الدكتاتور. أود أن أبين لنا الانتفاضة الشعبانية المباركة التي حدثت في عام 1991 هي مثل ما قال الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فقام أبناء محافظة ميسان للتصدي للباحثين الأمثال الذي كانوا يقومون بأعمال حتى الهتلرية لن يقوموا بها في عصرهم، حيث قاموا بالقتل والتسليب ودفن الأحياء والتجاوز على النساء. ويستذكر الميسانيون هذه الصفحة المتألقة من النضال والتضحية للأبطال وللشهداء الذين روت دماءهم أرض الوطن وهم يقفون بوجه جبروت الظلم والطغيان. نحن في محافظة ميسان حيث انطلقت الانتفاضة المباركة من جامع النجارين بقيادة الشيخ أحمد العبادي رحمه الله، وكانت لنا مشاركة فعالة في التصدي لأزلام النظام في ذلك الوقت، والحرس الجمهوري الذي قدم من بغداد لإسقاط الانتفاضة وقتل أبناء محافظة ميسان بالمقابر الجماعية. نستنكر في هذا اليوم الأحداث اللي حدثت سنة 91، وما ننسى النظام البائد اللي هجم جميع عوائل العراقية، ما خلى بيت ما هجمه. بالنسبة لي أنا بال91 اللي أتذكر من الأحداث أنه أخذوا أخوي وأخذوا والدي 11 يوم. قدمت هذه المحافظة أروع صور الجهاد والفداء في الانتفاضة الشعبانية. الانتفاضة الشعبانية هي تراكمات للنظام الدكتاتوري البائد، حيث ضيق النظام الدكتاتوري البائد على أبناء الشعب العراقي، ونتيجة لهذه التراكمات حدثت الانتفاضة الشعبانية. وتبقى الانتفاضة الشعبانية ملحمة للصمود والشهادة يفخر بها العراقيون على اختلاف مشاربهم. نستذكر فيها الأرواح الطاهرة التي وقفت بوجه الظلم وضحت من أجل الكرامة. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. كشفت وزارة الموارد المائية عن موافقة تركيا على إطلاق كميات كبيرة من المياه إلى العراق. وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الموارد خالد شمال إن الجانب التركي وافق على إطلاق كميات من المياه بناء على زيارة قام بها مؤخرا وزير الدفاع ثابت العباسي ووفد من عدة وزارات بينها الموارد المائية. وبين شمال أن تركيا وحسب الاتفاق تبدأ من الاثنين المقبل بإطلاقات مائية للعراق، وأضاف أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان حكيما في اختيار وفد برئاسة وزير الدفاع في إشارة إلى أن ملف المياه هو استراتيجي ويخص أمن البلد، وبالتالي إن بدأت الإطلاقات فستحتاج إلى أيام لغرض وصولها، وكذلك الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. وطمأن المواطنين بأن الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية متابعة بشكل كبير لهذا الملف، داعيا تركيا إلى إثبات حسن النية للاستمرار بالتفاوض. وأمام أزمة الجفاف التي تضرب البلاد تثبت مرة أخرى الجهود الدبلوماسية تغيير مسار المياه لتعيد صبها نحو دجلة الذي يعاني أياما عجاف، وهو ما يدعو إلى استمرار الضغط لمنع التحكم بمصير البلاد. صباح حكيم.
انفراجة بأزمة المياه في البلاد بعد التحذيرات من صيف جاف قد يهدد الخزين المائي. فقد كشفت وزارة الموارد المائية عن موافقة جارة تركيا على إطلاق كميات من المياه إلى العراق بناء على زيارة أجراها وزير الدفاع ووفد من عدة وزارات بينها الموارد المائية إلى تركيا. ومن المحتمل أن الإطلاقات قد تمت منذ يوم الأحد ويتحتاج لأيام لغرض وصولها. ويعد هذا التطور نجاحا للوفد الذي ذهب للتفاوض مع الجانب التركي. ومارست تركيا منذ سنوات دورا سلبيا تجاه العراق في الملف المائي لما يقارب 30% من استحقاق العراق، فضلا عن توسعها ببناء السدود التي أثرت أيضا سلبا على حصة العراق المائية. وتظهر بعض المقاطع الفيديوية مشاهد صادمة لجفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات وبعض الأنهر الفرعية، ما سيؤثر بالتالي على الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. ولا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالاستفادة من كميات الأمطار المتساقطة وعقد اتفاقات استراتيجية مع تركيا لضمان الحصة المائية وعدم اقتطاعها أو التقليل منها. صباح حكيم، الفرات. كشف رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي عن توجيه اللجنة بضرورة إيلاء العاصمة بغداد اهتماما خاصا بما يتناسب والبرنامج الحكومي الخدمي. لجنة الخدمات النيابية استضافت أمين بغداد عمار موسى والكادر المتقدم بالأمانة من الوكلاء والمدراء العامين. وأكد الحميداوي خلال الاستضافة على ضرورة توسيع رقعة المساحات الخضراء والاهتمام بإعادة رونق مدينة بغداد القديمة وإضافة طابع جمالي لها أسوة بشارع المتنبي، فضلا عن التأكيد على إتمام مداخل العاصمة وإنجازها وفق التصاميم المعدة والتوقيتات الموضوعة لإضافة جمالية وتسهيل دخول الوافدين إلى العاصمة بغداد عبر بواباتها المختلفة. من جانبه استعرض أمين بغداد الخطط التي وضعتها الأمانة والآلية التي تسير عليها لتنفيذ المشاريع داخل مفاصل الأمانة. أكدت لجنة الخدمات النيابية أن دخول الجهد الخدمي للمناطق المحرومة في العاصمة بغداد هو الحل الأمثل لتقديم الخدمات لهذه المناطق. مواطنون أعربوا عن ارتياحهم من ارتفاع نسب الخدمات بهذه المناطق. أحمد الزيدي. مشاريع مهمة تشهدها العاصمة بغداد من توسعة للشوارع الرئيسة وتعبيد للطرقات وتهيئة المتنزهات والساحات وصولا إلى المناطق المحرومة وغير المخدومة، جهود كبيرة تبذلها لجنة الخدمات النيابية بالتعاون مع فريق الجهد الهندسي الحكومي وأمانة العاصمة لتحقيق الخدمات المرجوة التي ينتظرها المواطن البغدادي منذ سنوات. الجهد الخدمي يعني عاكف على أن يدخل في المناطق المحرومة والمناطق اللي هي تعتبر بين قوسين غير نظامية لعجز الدوائر الأخرى في تقديم الخدمة لها بسبب الضوابط و الإشكاليات القانونية. فبالتالي الحل الحقيقي في معالجة هذا الواقع أن يدخل هذا الجهد الخدمي في هذه المناطق. تجربة نجحت الحمد لله في أكثر من منطقة، وبالتالي عالجنا كثير من المشاكل في مناطق كثيرة في بغداد والمحافظات. شمول المناطق الزراعية والعشوائية بخدمات تعبيد الطرق والماء ومجاري الصرف الصحي هو ما تعمل عليه لجنة الخدمات النيابية مع الفرق الساندة لها لتحقيق العدالة المجتمعية وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي أكد على أن الخدمات حق لجميع العراقيين.
حقيقة نلاحظ النهضة القوية في تبليط الشوارع والساحات إلى آخره، فنحن نبارك هاي الخطوات ونتمنى منهم المزيد من العمل، ونتمنى من المواطنين الأعزاء أيضا مساندة، لا كل شيء ذابي على الأمانة، على أيضا مساعدتهم بالمحافظة على مدينتنا. اليوم المواطن العراقي يريد يشوف تطور جمال الشوارع أكثر، اليوم حتى نبين بأن احنا نعمل. وتشهد العاصمة بغداد ثورة خدمية كبيرة لا سيما بعد التعاقدات الحكومية الأخيرة مع شركات الصينية التي ستنفذ مشاريع طريق بغداد الحلقي والمجسرات والأنفاق بما يسهم بتخفيف الزخم المروري وتطوير المدينة حضريا. لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد. ختام المرصد، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.